الله مشاهدينا الأكارم، ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج من أهم المواضيع التي تنتج وتؤثر بالمجتمعات والأسر بصورة عامة نتيجة عدد من الأسباب الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وحتى السياسية. إذا مشاهدينا الكرام، بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش ملف ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج، ما هي الأسباب وكيفية المعالجة. لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة تعالوا شوفوا التقرير وراجعينكم. مشاهدينا الأكارم، بعد ما رجعنا من التقرير ونتحدث عن أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، والسبب المتصدر هو غلاء المهور. طبعا الزواج في الوقت السابق كان يختلف عن الوقت الحاضر، كان في السابق أنه ينظر إلى الشاب حسب خلقه ودينه، حسب ثقافته وتفاصيل كثيرة. هنا نشوف الزواج كان يعني ميسور وكان قائم على المودة والاحترام، لكن في الوقت الحاضر لا، نشوف أنه أهم نقطة في الزواج هي قد راح يدفع الشاب للفتاة مهر، بهذا يتوقعون الأهل أنه راح تعيش حياة سعيدة، وهذا حقهم أنهم يخافون على بنتهم، يخافون عليها من المشاكل، يخافون من المستقبل، بهذا أنه يضمنون حقها. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن الشاب غير قادر على أنه هو يدفع هذا المبلغ اللي يطلب، مبالغ كبيرة تصل إلى 50 مليون يكون المهر، بهذا أنه هو غير قادر على تنفيذها بسبب الظروف اللي يعيشها، ماكو شغل، ماكو تعيينات، فهذه أمور يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. طبعا إذا جينا سألنا من المسؤول عن غلاء المهور وارتفاعها بصورة كبيرة وملحوظة في الوقت الحاضر؟ أكيد هم الأهل، هم الأهل بالدرجة الأولى. عندما يكون مجالس الخطبة وتكون هناك، عندما يتقدم الشاب لخطبة الفتاة، نشوف هناك تكون مشادات كلامية بين الشاب وأهل الشاب وأهل الفتاة بما يخص موضوع المهر والمبلغ، وكأنما يتحول الموضوع إلى سلعة أنه تباع وتشترى. الأهل يطلبون مبلغ والشاب يطلب مبلغ، وهنا أنا صار تنافس، ويعني حسب أنه أنا أريد أفوز بهذا المبلغ أو أنت تريد تفوز بهذا المبلغ، هنا الموضوع يتحول إلى سلعة، ممكن يتحول الموضوع إلى الاستمرارية أو يفشل. إذا أجينا حكينا يا بالأهل أنتوا ليش هيش تطلبون؟ يقول مثلا إحنا نريد تكون مثل أختها، أختها كان والله مهرها كذا مبلغ، لازم هي هم نفس المبلغ، عندها سيارة، عندها بيت. متناسين أنه الأمور والوضعية تختلف من شاب إلى آخر، يعني كل شاب وقدرته وإمكانيته، لهذا الموضوع يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى أنه الأمور تقوم على المودة والاحترام، بالتالي راح تعم السعادة. إذا أجينا حكينا عن ما هو الحل، الاختيار الصحيح هو الحل، هو الكفيل أنه هو يتخلص من المشاكل، الاختيار الصحيح هو الكفيل بحل عقدة الخوف من الطلاق والخوف من المستقبل. لأن الأهل الآن في الوقت الحاضر، طبعا بعض الأهل نقول أنه باعتقاد أنه اللي يدفع مهر أعلى هو الأجدر ببنتهم، هو اللي راح يوفر لها الحياة السعيدة، وهذا موضوع خاطئ. عندنا سؤال يقول كيف ينظر الدين الإسلامي إلى موضوع عزوف الشباب عن الزواج وكيفية تأهيلهم لهذه المرحلة وما هي الحلول
في نظر الدين. شوف الجواب راجعي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: وأنكحوا الأيامى منكم وصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ونبينا الأكرم عندما يقول صلى الله عليه وآله: تزاوجوا تكاثروا تناكحوا حتى أباهي بكم الأمم، وقال صلى الله عليه وآله: إن الأبكار كالثمار على الأشجار، إذا تركن بدون قاط تفسده أشعة الشمس وتنثره الرياح فليس لهن إلا البعولة. فرأي الإسلام بعملية الزواج وعدم غلاء المهور هذا اللي يسوي ويعمل مفسدة في المجتمع. دائما الزواج يحث عليه الإسلام، لأنه يقول ركعتين من متزوج خير من 70 ركعة من غير متزوج. زين، أشرار المقابر هم العزاب. فإذا الإسلام لم يترك فد شيء معوق أو عقبة أمام الزواج، لكن الآن مع شديد الأسف نجد أن الرجال والنساء قد عزفوا عن الزواج، إما لغلاء المهور أو لعملية إكمال الدراسة أو هذا لا يمنع أنه المرأة إذا تزوجت أن الإسلام لا يمنعها من إكمال دراستها، ولكن لا على حساب الأسرة أو حساب الزواج أو حساب، لأن المرأة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. فكل الأشياء تشوف أنه إلى الزواج من النبي، من يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، إذا ولدت للرجل إذا أحسن تربية 3 بنات دخل الجنة. وقالوا له واحد عنده 2، قال إذا 2، قال له وإذا 2، واحد واحدة، قال حتى لو تكون واحدة. إذا العملية الإسلام لم يقف حجر عسرة، ولكن مع الأسف الآن بعض العوائل تطلب المهور الغالية وتخلي العقبات، وهذا غير صحيح، بل إفساد للمجتمع ودرج المجتمع في خانة الرذيلة والعياذ بالله. ونسأل الله الهداية لنا جميعا ولمن يسمع صوتنا بأن يحتذي بحذو الصالحين والأنبياء الذين حثوا على الزواج عندما قال هذه الزواج النبي صلى الله عليه وسلم: سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي مكان آخر في يوم من الأيام دخلت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله على النبي، عندما دخلت عليها زوجة الصحابي المعروف عثمان بن مضعون، وكانت حسناء ولم يرى عليها شيء من التجمل أو التزين. قالت لها السيدة زوج النبي: لما لا تتزينين؟ قالت لها: ولمن وقد ضرب عثمان فسطاط في البيداء يترهبن. نقلت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي صعد المنبر وأرسل خلف عثمان لما حضر، قال: أيها الناس، إني أصوم وأفطر وأقرب النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم التفت إلى عثمان قائلا له: يا عدو نفسه، لقد هام بك الخبيث، يعني الشيطان، قال له: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم قال: تدري لما القرآن يعبر عن هذه العملية بكلمات مؤدبة يقول: فلما تغشاها أو لامستم النساء أو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا النبي هو رسول السماء قال: إن في بضع أحدكم لأجرا. قام له واحد قال له: يا رسول الله، أو يقضي الإنسان ما نفسه ما في نفسه ويؤجر؟ قال: بلى. قال له: وكيف؟ قال له: إذا وضعها في حرام يعاقب عليها أم لا؟ قال له: بلى. قال له: كذلك إذا وضعها في حلال يؤجر عليها.
إذن هذه كلها مسوغات، كلها محببات، كلها مقربات للإنسان من الزواج، حتى يكون الإنسان على مقربة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وهذه الأشياء. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأكارم، بعد ما رجعنا من الجواب نشوف أنه ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج هي ظاهرة تتزايد يعني فترة بعد فترة، بالتالي تنخر في جسم المجتمع وتهدد استقرار نتيجة مشاكل كثيرة وعديدة. من أهم المشاكل الأخرى اللي سنناقشها بحلقتنا لهذا اليوم هو موضوع أن الشاب يكون في عالم من الضياع بسبب عدم امتلاكه للوظيفة أو عمل مناسب حتى يكون قادر على توفير أهم المتطلبات ويوفر حياة زوجية مناسبة لزوجته. بالتالي هنا الزواج يتطلب مصاريف كثيرة، يتطلب أثاث منزل وأمور أخرى سنناقشها تباعا بحلقتنا لهذا اليوم. إذن المشكلة وين؟ المشكلة عندما يتقدم الشاب لطلب الفتاة، أيضا إذا كان هو لا يمتلك وظيفة وكان عمل حر كأن يكون عامل بناء أو يكون يعني صيانة السيارات أو صبغ السيارات أو عامل بمطعم، يعني هذه المهن الصغيرة البسيطة. نشوف الأهل هنا يرفضون الشاب، ليش؟ لأن يقولون إنه هذا المهنة لا تليق ببنتنا، المهنة لا تليق بمنصبها أو بدراستها أو كذا تفصيل. هنا الشاب راح يشعر بالإحباط، وهنا يتحول إلى شاب يائس من هذه الفكرة أنه بالعراق إحنا هنا نفتقد إلى فقرة أو موضوع العمل الحر، ثقافة العمل الحر. أكيد نقطة أخرى أنه الشاب إذا كان لا يمتلك لا عمل لا شهادة، هنا ما راح يقدر أنه هو يخطو هذه الخطوة. وهنا أكيد بدون منازع أن الجواب راح يكون الجواب المحتوم هو الرفض، ما راح يقبلون به. السؤال هنا نقول هذه الحالة وهذه الآلية وعملية الضياع اللي يعيش بها الشاب، يعني بحصوله على شهادة الماجستير والبكالوريوس وما عنده تعيين وما عنده وظيفة، سبب له أضرار نفسية. السؤال هنا نريد نعرف كيفية تأثير عزوف الشباب عن الزواج على نفسية الشخص. احنا نقصد هنا بعزوف الشباب عن الزواج من كلا الجنسين، هنا الأضرار النفسية اللي نتحدث عنها واللي راح يتحدث عنها المختص هي تخص الفتاة والرجل. شوف الجواب وراجعكم. حقيقة موضوع عزوف الشباب عن الزواج أصبح ظاهرة شائعة في المجتمع العراقي، خاصة هي ظاهرة شائعة في أغلب المجتمعات، لكن بالمجتمع العراقي يمكن أن تكون ظاهرة واضحة للعيان. إذا بحثنا عن الأسباب بالتأكيد تأتي الأسباب الاقتصادية في المقام الأول، على اعتبار أن الكثير من الشباب الآن يعاني من البطالة وربما يعاني من مستقبل مجهول بالنسبة للجانب الاقتصادي، فضلا عن أن التغيرات التي حصلت في المجتمع العراقي أدت إلى تغير نظرة الشباب إلى الزواج. فالانفتاح الذي حصل في هذا المجتمع ربما كان سببا من أسباب تأخر الكثير من الشباب عن الزواج، وأيضا انتشار نسب الطلاق بصورة مهولة حسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى التي تصدر كل شهر والمسجلة في مجلس القضاء، أدى ذلك بأنه هناك يصبح قلق لدى الشباب من الزواج نفسه. هذه الأسباب يعني تقريبا الرئيسة، وهناك أسباب أخرى ربما لا يسع المجال ذكرها. فضلا عن ذلك إذا ما تجاوزنا الأسباب إلى النتائج، فبالتأكيد أن هذا الأمر يؤدي إلى نتائج وخيمة على صعيد البناء الأسري، وبالتالي تأخر الزواج يجلب معه الكثير من التغيرات القيمية التي تحصل لدى الأفراد وخاصة لدى النساء. إذا نتجاوز مرحلة معينة من العمر ربما تقل حظوظها في الزواج، مع العلم أن نسبة
النساء في المجتمع العراقي هي أكثر من نسب الرجال نتيجة للظروف التي خاضها البلد من حروب متتالية ومن هجرة الكثير من الشباب العراقي، بالتالي الأمر كله يؤدي إلى تغيرات نفسية كبيرة لدى الشخصيات وخاصة في مجتمع الشباب، حتى أننا بدأنا نؤشر انتشار الكثير من الاضطرابات النفسية بين فئة الشباب، في حين كان في السابق هذه الفئة لديها نوع من المناعة النفسية على اعتبار أنها مقبلة على الحياة ولديها طموحات مستقبلية كثيرة. الذي نريد أن نقوله أنه يجب على الدولة أن تنتبه لهذه المسألة وتشرع قوانين فيها تسهيلات اقتصادية كثيرة للشباب المقبل على التزوج، فضلا عن دعوتنا القديمة إلى إنشاء معاهد خاصة للتأهيل الزواجي لتقليل نسب الطلاق بين المجتمعات. إذا مشاهدينا الأكارم، من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج هو ارتفاع متطلبات الزواج. يعني في السابق كان ما يطلب يعني طلبات كثيرة، كان المهم أنه يتم توفير حياة مناسبة للفتاة، وخلص أنه المهم تعيش عيشة كريمة وسعيدة. في الوقت الحاضر أنه لا، ارتفعت متطلبات الزواج، لازم يكون اكو سكن واثاث، وتكون ايضا العادات والتقاليد بما يخص حفل الزفاف، والان موضوع الزفاف لازم يكون بقاعه وبامور يعني تكون بمستوى يليق مع الفتاه او الشاب، يعني متطلبات كثيره وعديده. هنا الشاب يصطدم يقول لك انا ما راح اقدر اوفر، اولا انا اذا كنت امتلك وظيفه فهو الراتب ما راح يكفي هذه المتطلبات، او اذا انا كنت اعمل عمل حر ايضا ما راح يكفي هذا الطلب. اذا هنا الاهل يحاولون، بعض الاهل وليس الكل، ارجع واقول انه بعض الاهل هنا يحاولون يضغطون على الشاب بالتالي تزيد المتطلبات. من الاسباب الحقيقيه والاسباب اللي تقف وراء انه ارتفاع متطلبات الزواج هو موضوع السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي هنا سببت سبب كبير وأحد الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج. شلون؟ إنه الشباب هنا يتأثرون، كلا الجنسين يتأثرون بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تأثرهم والتقليد بما يخص الفاشينيستا، بلوجرات، الإعلانات، الممثلين، الفنانين، يعني تفاصيل كثيرة تجي تقول لك أنا أريد مثل، يعني إن العرس يكون مثل كذا فنانة، كذا بلوجر، كذا فاشينيستا. هنا نشوف هذا موضوع تحول إنه الفتاة تحلم بهذه الأمور، متوقعين إنه الحياة تكون مثل ما يعرض على السوشيال ميديا ومثل ما هو الفيديو، إنه حياة وردية تكون، لكن الحياة الواقع يختلف تماماً عن ما يشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا الموضوع بحاجة إلى وقفة، بحاجة إلى أنه إحنا نتفهم موضوع أن الشاب لا يستطيع تأمين كل المتطلبات. هنا الشاب نشوفه أنه يقف عاجز أمام المتطلبات، أمام متطلبات الأهل بما يخص حفل الزفاف والبذخ بالمصاريف وتفاصيل كثيرة. هنا الشاب أما الاستسلام لمتطلبات أهل الفتاة ويحمل نفسه الدين وعبء مالي كبير، أما يواجه الموضوع بالرفض، وهنا راح تطول قائمة البحث عن الفتاة المناسبة. السؤال هنا أنه ظاهرة تحرر المجتمع العراقي من بعض الأفكار القبلية أثرت على مشكلة أو موضوع أنه يخطون الشباب خطوة الزواج أم لا؟ تعال نشوف الجواب وراجع. طبعاً هنالك بعض المحافظات والأقضية والنواحي لا تزال متمسكة بالأفكار العشائرية والقبلية والزواج الداخلي بين أفراد المجتمع الموجود في هذه المناطق، فهذه الفكرة موجودة ولا يزال العمل بها ساري، وهنالك زواجات داخلية اللي هي ما بين الأقارب وما بين أبناء العمومة. أما في المدن وفي مناطق بغداد وهنالك تحرر بسيط وهنالك تحرر كبير في بعض العوائل، هذا التحرر أدى إلى عزوف
وقلة الزيجات بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، أدى إلى عزوف بعض الشباب عن فكرة الزواج والابتعاد بسبب هذه الضغوطات وهذه الظروف اللي يعاني منها الشاب، وأدى إلى انخفاضها بشكل كبير. لكن لا تزال أنه الأفكار في الأقضية والمحافظات رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي والظروف الأمنية، لكن لا تزال هنالك زيجات وهنالك تعاون ما بين أبناء القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة، وتسمى بالزيجات الداخلية، وتكون العمل بها لا يزال موجود لحد هذه اللحظة. أما في بعض المناطق فهنالك تحرر نوعا ما، وحسب طبيعة المجتمع والمنطقة كلما كان هنالك تحرر كبير كان هنالك ابتعاد و عن هذا الموضوع، ويكون هنالك بعض المداخلات اللي هي التعارف ما بين، قد تكون هناك ما بين الجيران، ما بين الأهل، ما بين الأصدقاء، ما بين معارف في طبيعة العمل. وأيضا يكون هنالك زيجات، قد تكون هنالك زيجات رصينة بسبب الاستقرار والتعاون والاحترام ما بين الأبناء والمقبلين على هذا العمل، وقد يكون هنالك ابتعاد بسبب الظروف الاقتصادية والمعاشية والظروف الأمنية والاقتصادية في هذا المجال. إذا مشاهدينا الكرام، من النقاط الأخرى التي يجب أن نناقشها بحلقتنا لهذا اليوم بما يخص عزوف الشباب عن الزواج هو ارتفاع معدلات الطلاق في العراق. هنا الشاب عندما يرتجي أو يقبل على فكرة الزواج ويستمع إلى بعض المشاكل والأرقام المهولة بما يخص ارتفاع معدلات الطلاق، هنا يتخوف. ليش؟ لأن هناك مشاكل كثيرة تؤدي بالحياة الزوجية إلى الانفصال. وعندما يستمع الشاب أنه الانفصال يؤدي إلى تفاصيل كثيرة، يعني تترتب على الشاب مصاريف النفقة، يعني مصاريف الحاضر والغايب، يعني هاي الأمور كثيرة ومشاكل يعني يواجهها الشاب بالمحكمة، نانا تؤدي به إلى حالة من اليأس وحالة أنه هو يتخوف من أنه هو يخطو هاي الخطوة. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا أيضا بهذا الموضوع، عندما يجلس مع أصدقائه ويستمع إلى بعض المشاكل الزوجية اللي هي تكون مثلا فشل بالخطوبة، أو يكون أنه هو عايش مع زوجته لكن بمشاكل أنه هي تكون كبيرة وأنه الحياة الزوجية معقدة، أيضا هنا يتخوف. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا هنا بالعراق نفتقد إلى الصورة الذهنية الحقيقية عن الزواج، أنه الزواج هو قائم على مبادئ المودة والرحمة والسكينة، لا تكون هناك، يعني ما يفهموا أن الصورة الذهنية وقدسية الزواج ما هي. عندما نجي نسأل الشاب يا بي شنو رأيك بالزواج وليش تريد تتزوج، يقول أنا أريد أتزوج على مدى أكمل نص ديني، على مدى يصير عندي أطفال لأنني كبرت، الطفل يشيل اسمي وكذا تفصيل. عندما تجي تسأل الفتاة ليش تريدين تتزوجين؟ يقول لك أنا مود يعني حرية وأطلع أسافر، التفاصيل كثيرة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه الفهم فكرة الزواج ما موجودة، إنه الزواج إنه قائم مثل ما قلنا على المودة والرحمة، قائم على الاحترام، قائم إنه أنا شلون أجد شريك الحياة وشريك الفكر وشريك الروح، بسبب إنه الزواج هو النصف آخر للشخص، وهنا راح تكون معادلة يعني مستمرة وجميلة إذا تم اختيار الشخص الصحيح. نجي نسأل أيضا أنه من المسؤول عن عدم إدراك الشباب إلى موضوع الزواج وفهمه بالصورة الصحيحة؟ أكيد لا نمتلك إلى مؤسسات أنه هي تأهل الشباب إلى موضوع الزواج، بالإضافة إلى المدارس أيضا، يعني فكرة تأهيل الشباب، يعني الجامعات أيضا هذه نفتقدها بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى دور جدا مهم وهم
الأهل. الأهل أيضا لا يتحدثون مع أولادهم بما يخص أن الزواج هو احترام، الزواج هو قدسية مباركة، الله سبحانه وتعالى قدس هذا الموضوع وبكل ما يؤدي إلى الاحترام وتفاصيل كثيرة. إذن هنا الموضوع بحاجة إلى وقفة جادة. طبعا بالإضافة إلى مواضيع أخرى، أنه بعض يخص الموضوع اللي يخص الشباب اللي غير قادر على الزواج، هناك مؤسسات خيرية، طبعا هناك مؤسسات تابعة لمراجعنا العظام أيضا يقومون بمبادرات بسيطة ومبادرات هي قائمة على تزويج الشباب أو مساعدتهم بأثاث وأمور أخرى. فالسؤال هنا نقول دور المراجع الدينية في تثقيف الشباب وتشجيعهم على الزواج والدعم المادي اللي ممكن يقدمون في تسهيل أمور الزواج ما هو؟ تعالوا نشوف التفاصيل في الجواب الآتي ونرجع لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القرآن الكريم يؤكد على قضية الزواج ويحث الشباب على الزواج، ويؤكد إن الشاب المتزوج هو أكثر أجرا وثوابا من الشاب الأعزب. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. إذن هذه الأحاديث تأكدنا على الأجر والثواب لهذا الشاب المتزوج. في صلاته يختلف عن الشاب عن الأعزب، صلاته أكثر أجرا وثواب، ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما غير متزوج. بعد أكثر من ذلك، المتزوج النائم أفضل عند الله من الصائم القائم الأعزب. إذن هذا الأجر والثواب للشاب المتزوج. إذن الدين الإسلامي يحث على قضية الزواج. نحن نشوف بهذا الوقت بالذات نرى أكثر الشباب يعزف عن قضية الزواج مخافة الفقر، يقول أنا ما عندي والآن مهور عالية وأنا ما أقدر أتزوج. طبعا هذا الأمر أيضا خاطئ. ليش؟ لأن بإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عز وجل. ليش؟ إن الله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى يغني. أيضا نرى موقف المرجعية الذي يؤكد باستمرار على قضية الزواج. موقف المرجعية من الرعيل الأول إلى عهد سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، نشوف حث على قضية الزواج، حث حثيث جدا وتأكيد على قضية الزواج. نشوف وكلاء سماحة السيد والمعتمدين أيضا في حالة يحثون على قضية الزواج. أيضا أكثر من ذلك نشوف تقديم مساعدات للشباب الفقراء اللي يريد يتزوج، غرف نوم، مبالغ مالية. أيضا أكو مؤسسات، هذه المؤسسات تساعد الشاب الفقير، تجيب له أموال، تجيب له غرفة نوم. مؤسسة العين، الآن نحن في قضاء التاجي، معتمد سماحة السيد السيستاني السيد فارس الموسوي مباوع يحث الناس على قضية، يحث الشباب على قضية الزواج. الآن الشاب عندما ينوي على الزواج يعقد
يجيب له مبلغ مالي ينطيه، يجيب له غرفة نوم أيضا يسلم هي، نساعده نعقد له، نوقف وياه، نأكد له فضل الزواج. إذا المرجعية الدينية تحث على قضية الزواج، ليش؟ لأنه في هذا الزواج القضاء على الرذيلة، في هذا الزواج نشر العفة في البلاد الإسلامية، لأن هذا الشاب يكمل نصف دينه بهذا الزواج. هذا المجتمع مجتمع قوي، مجتمع تنتشر به الفضيلة للشاب وللشابة، فالزواج جيد جدا، وتأكيد المرجعية على قضية الزواج. إذا مشاهدينا الأكارم، الموضوع لا يقف عند الرجال فقط بما يخص العزوف عن الزواج، انتقل إلى الفتيات أيضا، والفتاة هنا حددت بعض المعايير لمعنى السعادة بالنسبة لها. وما هي؟ اولا تسعى الفتاة منذ بداية مرحلة الزواج انه تبحث عن الاستقلالية، انه تحتاج الى سكن خارج اطر الاهل، اهل الزوج اقصد، هنا ما تقبل انه تسكن مع اهل الزوج، هنا تقول لك انا اريد بيت واحد. ايضا تبحث عن اكمال دراستها، وايضا اذا كانت يعني متفوقة بالدراسة واصلة مراحل متقدمة، او كانت تعمل، ايضا تكون من احد اسباب قبولها بالزواج انه اهل الزوج يقبلون بالوظيفه اللي هي بها. طبعا مشاكل اخرى تؤدي الى الشاب، وهي الفتاة تعتقد ان الشاب سيقف عائق امام تحقيق احلامها، بهذا ترفض او بهذا ترفض انه هي تقبل او تتقدم الى خطوه الزواج او تفكر بموضوع الزواج. وفعلا بعض الأهل وبعض الشباب عندما يتقدمون لخطبة الفتاة، من أهم الشروط إذا هي كانت تدرس أنه هي تعوف الدراسة، تترك الدراسة. إذا كانت تعمل بالوظيفة، أيضا من الشروط حتى يقبل الشاب بالفتاة أنه يجب أن تترك الوظيفة. وهنا فتاة تقول لك لا، أنا والله وصلت مرحلة متقدمة، وأنه هذا الموضوع راح يفيدني إلي بموضوع يعني فهم الحياة الزوجية أكثر، راح يفيد الأطفال بالمستقبل كدراسة، كأنه هي قيادة المنزل وتدبير الأمور. هذا يعتمد على المرأة وثقافتها ومرحلتها الدراسية وواصلتها، تفاصيل كثيرة. على أهل الزوج وأهل الشباب البعض أقصد أنه يتقبلون فكرة أن الفتاة تكمل دراستها بالإضافة إلى أنه هي تبقى بالوظيفة أو تبحث عن وظيفة فيما بعد. بهذا الفتاة تكون أنه وصلت إلى مرحلة من العمر البعض بيطلق عليها صفة العانس، بسبب أنه هي رفضت الزواج بسبب التفاصيل اللي ذكرناها، هي إكمال الدراسة والوظيفة، لأن في الوقت الحاضر المرأة هي تبحث عن الاستقلالية المادية، وتكون هي قادرة على قيادة نفسها. بالتالي هنا نشوف أنه يقولوا لها القطار فاتش، أنه أنت عانس، أنه تفاصيل كثيرة، وهي غير لائقة، لأن الآن الوقت الحاضر يختلف عن الوقت السابق. الوقت السابق كان أنه الزواج يعني قام أنه فتاة عندما تبلغ وكذا تفاصيل أنه تتزوج وتروح بيت زوجها، لكن الآن المرأة تختلف وتفكيرها يختلف عن الوقت السابق. إذا الموضوع بحاجة إلى عناية، ومثل ما قلنا البعض يتصور أنه هاي مشكلة. المشاكل الأخرى اللي نذكرها، يجب أنه على الفتاة تنتبه على بعض النقاط، لأن الفتاة عندها عمر معين، وهذا ممكن يأثر عليها بموضوع الإنجاب. فالحل شنو؟ الحل هو يجب أن يكون العلاقة الزوجية، أو عندما يتقدم الشاب لخطبة الفتاة، يكون التعاون والتفاهم أساس لبناء الحياة الزوجية. يعني بالتفاهم وبالتعاون تحل الأمور، هناك يكون اتفاق بين الزوج والزوجة، والزوجة تقنع الزوج والزوج يقنع الفتاة، وهنا يوصل إلى حل، بالتالي راح تحل الأمور وراح تفك عقدة الخوف من الأحلام أو وقوف الشاب أمام أحلامهم. وعلى أهل الزوج يقتنعون بفكرة أن الفتاة راح تكمل دراستها، أكيد أكيد هذا راح يكون بصالح ابنهم، لأن هي راح تكون قادرة على قيادة البيت بأكمله وقيادة أطفالها ووصولهم إلى مراحل متقدمة من الدراسة. إذا مشاهدينا الأكارم، بحلقتنا لهذا اليوم كان رأي الشباب حاضر أكيد، ولابد أن نستمع إلى آرائهم، ماذا يتوقعون عن أسباب اللي أدتهم إلى عدم التقدم إلى الزواج، أو المتزوج كيف يرى الزواج. نشوف التفاصيل ونشوف ماذا يقولون بهذا الاستطلاع وراجعكم. أولها المهر اللي هو يعني مبلغ كل شوية يطلبون بالمهر،
ثانيها الاعمار، يعني بعض الشباب يطلبون اعمار صغيره، يعني هاي الاعمار الصغيره اثرت هواي على الزواج، يعني كلهم يريدون اعمار صغيره، والبنات هم يريدون يكملون كلياتهم دراستهم، بس هي اكثر الاسباب بنظري هي هو المهر والبيت المستقل. للاسف حاليا قبل كان يعني من يطلبون من الشباب اول شيء يطلبون الشهاده ويطلبون حسن السيره والسلوك، هسه لا للاسف صارت اول شيء الحاله الماديه، يعني ما يقولون، قبل كانوا يقولون ما يخالف نزوج شويه شويه يكون نفسه، هسه لا يقولون الا لازم بيت مستقل ومهر، ما اعرف الله اعلم ايش قال، يعني ما اعرف حاليا، يعني مبالغ كبيره عن اللي اسمعها، يعني 50 مليون 60 مليون، يعني هاي المبالغ كلش هواي، يعني خاصه شاب يعني بدايه حياته، يعني 25 سنه 26 سنه، منين يجيب هالمبالغ؟ عمر الحاله الماديه ما كان سبب السعاده الزوجيه بعمرها. دائما اهم شيء التوافق بين الاثنين، التوافق الاجتماعي، توافق كدراسه، توافق كافكار، كتفكير بالمستقبل، هاي الامور اهم. الحل انه يلقى اللي تتوافق وياه، العائله اللي تتوافق وياه، يعني واحد مثل ما نقول بالمثل العراقي، واحد على قد خطاه يمد رجله، يعني ما يتزوج واحده او ما يطلب واحده، يعني يعرف انه اهلهم يطلبون مبالغ هواية، يعني مثلا نقول من يدنوها لا يعلوها، انت اذا ادنى منها كحاله ماديه انا برايي هذا الشيء حيسبب له احراج مستقبلا. يعني انا افضل دائما اقول كل من يتزوج على قده، يعني اكو ناس مثلا يقبلون بمهر بسيط وسكن بسيط يتقدم على هاي. والله سائل حاليا يعني ظروف، اهم شيء الاهل، لو اهل المراه يطلبون مهر عالي، يعني 40 مليون 50 مليون، يعني الشباب يعني لو ما متزوج لو شيء ما مأمن له شغل حتى يجيب هذا المبلغ، هذا الشباب يعني ما تقدر تجيب المبلغ لو ظروف الاهل ما ساعد، يعني انت تعرفين وضع البلد شنو، شغل يعني هو شغل ماكو، يعني هسه يتخوفون بسبب الماده يعني والفلوس، يعني هسه مين راح يتزوج ما يقول مثلا تخوش ولد شنو اخلاقه، يدور تش عندك املاك او شنو تشتغل، يعني هسه العالم قام شلون هالقد ما صارت حالات طلاق وهيج، قام تتخوف ما تقدر تتزوج، او مثلا اكو فالشباب يحبون خطيه يريدون يتزوجون بس ما عندهم ماده، ويروح يتقدم ما يقبل ذاك، يعني مثلا لا عنده شغل لا عنده فد ملك او شيء، هسه يعني نقول خطيبتي بدها تكمل الدراسه، يعني هسه مرحله ثانيه عادي، يعني كلش عادي شيء طبيعي. بعض الشباب ما يقبلون، يعني كل من له تفكيره وشلون عندهم اكو هم خواتهم وهيك ما يقبلوهم يكملون، فمن يتزوج حال خواته يقول لك ما اخلي تكمل، انت اطفالك باكر عقبه يريدون يكملون يدرسون، انت اذا مرتك مثل ما نقول اميه ما راح تساعد اطفالك يكملون وشلون يقول يوصلون اللي يريدون. اذا مشاهدينا الاكارم، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط. اولا من المهم التفكير في كيفيه تخفيف الاعباء الماليه للزواج وارساخ ثقافه الزواج والقناعة بالمتطلبات المعقوله. ثانيا يجب ان نحرص على تهيئه الشباب لاحترام استقلاليه المراه الماديه ورغبتها بالعمل او باكمال الدراسه. بهذا مشاهدينا الاكرم نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، التقيكم الاسبوع المقبل بحلقه اخرى وجديده من برنامج ليش لا. الى اللقاء.